عادل واحد من زوار معرض الكتاب في عدن، جاء مع أطفاله قاصدا تزويدهم بعناوين حديثة تهدف إلى إكسابهم معرفة جديدة بالعلم، وباحثا عن منهل إضافي يطوره في مجال عمله، حيث ابتدأت العائلة رحلتها الثقافية متنقلة بين أنواع الكتب المختلفة، تبحث في بطونها المغلقة عن ضالتها. بالمجال الهندسي ما فيش اي كتاب موجود، هذا اللي انا كنت افتكر انه بيكون معرض، بمعنى المعرض كمعرض كتاب دولي يعني. فهذا اللي أنا مش انه صدمه ولا انه مصطدم، لا بس ان انا ما توقعت انه بيكون بهذا الشكل، حكم الاوضاع مثلا يعني. احس انه كمان كسل الروتين الممل اللي حصل من بعد الاحداث، يعني انه بدأوا الناس يخرجوا، بدأوا الناس يشوفوا، بدأوا في معرض الان، في حركه، في بدأوا الناس يعني يشوفوا بالكتب، يشوفوا اشياء كثيره اللي بحيث انه يقدر واحد يسترجع يعني كسل الروتين مثل ما قلت. مجددا تحتضن مدينة عدن معرض الكتاب الذي أقيم في المكتبة الوطنية بمديرية كريتر، حيث عرض فيه العديد من الكتب والروايات العربية والعالمية والدواوين الشعرية، وشهد المعرض حضورا لا بأس به من المهتمين بالثقافة، كما أن تنظيم فعالية كهذه لم يكن بالشيء اليسير، خصوصاً في الوقت الراهن الذي تمر به المحافظة. هذا المعرض السادس في محافظة عدن، يعني كنوع من أنواع تطبيع الأوضاع في عدن حبينا نحن يعني نعمله، والشيء الثاني لرفض يعني الثقافة. نحن عارفين إنه يعني تقريباً مستوى الاهتمام بالثقافة في عدن منحصر جداً من بعد أحداث 2015 إلى الآن ما فيش أي فعاليات. في كل فعالية تحتضنها مدينة عدن في ظروف السلم أو الحرب، تؤكد أنها تعمل على تقديم رسالة سلام لا حرب.